إحنا أول حاجة هكتب الرول هكتب أن الـ AC Centripetal acceleration equals V power 2 over R V power 2 over the radius طيب بالنسبة لنا الـ Dimensional formula هتكون عاملة إزاي؟ أنا هكتب الـ Dimensional formula for AC هتكون equals إحنا عارفين أن الـ Dimensional formula لل -velocity عبارة عن ال تي power negative 1 اوكي ال تي power negative 1 all power 2 So it will be L power 2 اوكي تي باور نيجاتيف 2 اوكي يبقى احنا عندنا ال تي باور نيجاتيف 1 طيب الراديوس بتاعنا هيكون عباره عن ايه الراديوس بتاعنا عباره عن ال جميل طيب اوفر ال طيب مش بالنسبه لنا كده ان ال او ال باور 2 اوفر ال هيكنسل مع اللي تحت يبقى ايكوال ايه في النهايه ال تي باور نيجاتيف 2 طيب الناس الشاطرة تقول الميزرينج يونت على طول ال L دي يا مستر بالميتر طيب التايم time will be in second power 2 خلاص يبقى إحنا كده عملنا بروف لليونت عبارة عن متر بير second power 2 the same يونت as acceleration مع إن حتى الرول مختلف شوية لكن حتى الرول دي اللي إحنا الجزء اللي أخدناه عن check the validity of equation الترم الأول related لده related لده إزاي؟ عرفنا منه إن الميزرينج يونت ده سيم ل v squared over r هي هي n هي هي l t power negative 2 هي هي length times time or times time power negative 2 or divided time squared طيب هي هي بالضبط آه هي هي بالضبط